السلام عليكم باشمهندسين. الناس اللي دخلوا معايا اكتبوا في الجروب ان نفس اللينك بنفس الباسورد يا ساده، اكتبوا لهم في الجروب عشان الناس مش عارفه لسه الحكايه دي، منتظرين لينك جديد. اكتب لهم كده عندي نفس اللينك بنفس الباسورد، نفس اللينك بنفس الباسورد يا ساده، اكتبوا لهم كده في الجروب نفس اللينك بنفس الباسورد. يا نرمين يا زينب، كتبت لهم يا باشمهندس. طيب جميل، عشان هيقعدوا مستنيين ده، هيقعدوا مستنيين اللينك. بص يا اساتذه، احنا الشهرين الجايين كلهم نفس اللينك بنفس الباسورد، خلاص هو لينك واحد بس، ثبتنا اللينك كده خلاص، مش هقعد كل شويه ابعت لكم لينك مختلف. نفس اللينك بنفس الباسورد، نفس اللينك بنفس الباسورد. طيب يلا بينا، تعالى دلوقتي كده مع بعض. الحمد لله حضراتكم خلصتوا معايا كورس الالستريتور، ونعتبر احنا خلصنا الادوات بتاعت الالستريتور كلها. طيب الالستريتور غير البرامج التانية، عشان حضرتك تعرف تشتغل فيه لازم تمرن ايدك، تعرف تشتغل الكلام ده كله. طب اعمل ايه يا باشمهندس؟ اعمل ايه الكلام ده كله؟ عشان تمرن ايدك لازم تدخل على مين؟ على المواقع دي. في كتير غيرها، انا جمعت لك شويه اشهر مواقع التوتوريالات، مش اشهر، شويه مواقع لقيتهم. ادخل دور، اكتب كلمه الستريتور توتوريال، اكتب الكلمه دي في جوجل بس كده، وعيش حياتك. دور بقى على المواقع وعيش حياتك، طلع المواقع اللي انت عايزها كلها، مش شرط اللي انا كاتبهم دول. اه المواقع بتاعتنا من 2009، 2009 كده عن دوت، 2008 كده عن دوت، كويس، 2008 2008 2014، كويس، 2009، عيش يا حياتك. باشمهندس، هو لو احنا طلعنا شغل مثلا توتوريال وكلام من ده وحفظناه، ده بيتحط في السي في بتاعنا او في الملف اللي هو بتاعك، ولا هو ملوش علاقة بالشغل اللي بعد كده؟ اكتبه، طلعه وقول لي انا بعرف عملت الشغل ده، وانا بعرف اشتغل الاستريتور، بعرف اشتغل الاستريتور، يعني خده وحطه من ضمن الصور اللي انت على فكرة اشتغلتها. يا باشمهندس بتنفع برضه في المطابع، يعني مثلا لما بتنفع يكون عايز غلاف كتاب، عايز مثلا رسومات اللي هي الأطفالي، كتب الأطفالي، ايوه الحاجات دي حقيقة، كلها، كل كل ده ده بينفع. بينفع. بص يا استاذ، مفيش حاجة ما بتنفعش. ده شغلك، ده السي في بتاعك، الشغل اللي انت بتعمله ده السي في بتاعك. انا بعرف اعمل الكلام ده في الالستريتور، بتعرف تعمل الكلام ده؟ بعرف اعمل الكلام ده في الاستريك. طب نوظفه بقى الكلام ده في شغلنا، نوظفه الكلام ده في شغلنا. يلا عيش حياتك، عيش حياتك. طب يلا بينا كده نفتح موقع زي ده اهو، هناخد الموقع ده كده عند اهوت، الموقع التاني ده اللي انا لسه فاتحه من شويه اهو، ادخل اديني كده عندي ايه، اديني كده عند رايت كليك، بيست اند جو. طيب انزل لي بقى كده عندي تحت، تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض عايز دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه؟ يبقى انا كده عندي انزل تحت كده عندي، هنختار مثلا التوتوريال بتاعت مين؟ بتاعت البنت دي، بتاعت البنت. تعالى دلوقتي انزل انت كده تحت، خلص كده عند دوت، يعني مش هجيب لك الفاز ده، الفاز ده سهل، مش هجيب ده، مع ده ما فيش حاجه خالص ده، يعني هنجيبه حاجه وسط، نوصلوها شويه. نجيبه مثلا البنت مين؟ دي مثلا، دي فيها شغل جامد، دي كانت الطلبة عندي، كان لما جايبينها لي كان في ناس مطلعينها شبهها بالظبط بالظبط. قلت له انت قعدت فيها قد ايه دي؟ قال له والله قعدت فيها طول الليل امبارح لغاية ما طلعها. بصوا قال هي يا باشمهندس، ودي ملف الاستوديو بتاعك، كان يقول لي تاني يوم، كل يوم كان كل واحد بيقعد يعمل فيهم رسمة ويجيبها لي تاني يوم كده عندنا. طيب جميل، انا عايز اعمل، وفي ناس جابوا لي البنت دي، كويس، انا هعمل مين؟ هعمل الجميلة دي، ما فيهاش شغلها بسيط، ودي كنت بعملها في المحاضرات قبل كده. طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه؟ طب اظن كل حته في لير يا باشمهندس، التفصيله دي في كل حته في لير، هتتحرك؟ لا دول في لير واحده كلهم، بس انت في لير هتتحرك واحده بس. لير واحده، هتتحرك اعملها كل حته في لير. يعني لو انا عايز احركها اعمل بقى الرجل دي في لير، والرجل دي في لير، والايد دي في لير، والايد دي في لير، والشعر في لير، وكل حاجه في لير. مش هتتحرك اعمله في لير واحده وخلاص نفسك. طيب يلا بينا نفتح لك كده توتوريال لينك، نبتدي كده واحده واحده. دي الصوره النهائيه بتاعتي كده عند دوت، بيقول لك افتح لي كده عندي ايه، افتح لي كده عندي ملف 600 في 600. يلا بينا كده عندي اهو، فايل نيو، فايل نيو كده عند دوت، اديني كده عند 600 بيكسل، 600 في 600 في 600 في 600 بيكسل. تعالى كده عندي ايه، اورينتيشن بالطول ولا بالعرض كله زي بعضه، اديني اوكي. ادي الملف بتاعنا، كنترول وحرف الار، ظهرنا المسطره، دايما بحب اظهرها في برنامج الاستريتور حتى لو مش هستخدمها بظهرها. طب جميل، تعالى كده مع بعض
هات لي كده عندي اداه الدايره، ادي الاليبس كده عندي اهوت، رحت ضاغط كده عندي اهوت، عملت الدايره دي، ادي وش البنت ده كده عندي، وش البنت ده، وش البنت دي كده عندي. طيب هو قايل لك هنا كده عندي ايه؟ قايل لك كده عندي دايره كويس بدون ستروك، بدون ستروك كده عندي اهوت، وادي الفيل كالر يعني شوف 223 178 139 لو انت عايز تجيب نفس درجه اللون بتاعتك، نفس درجه اللون. ادي 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 كده عندي اهوت، لغينا الستروك اللي بره، تعالى كده في اللون اللي جوه، ادي اللون هضغط كده عندي اهو دبل كليك، شوف هنا كاتب لك كده عندي ايه 223 عندي 179 139 ايضا نفس درجه اللون. بص اهي اوكي انزل كده عندي. فالموضوع بص الموضوع هنا لا لا ما فيهوش اجتهاد، ده انت ده بيدي لك الحاجه بدرجاتها بدرجاتها بدرجاتها. اديني كده عندي زوم، ادي الدماغ بتاعتها كده عندي اهو، تشوف بقى انت عايز تكبرها تصغرها يعني مثلا كده عندي كده كويس حلو. تعالى دلوقتي ادينا يلا العينين حته شكل بيضاوي كده عندي اهو. مستر معلش قول لي قول لي مستر، عايز ايه؟ قول اهو. هو انا بس لما كنت باجي اعمل شكل، انا لما كنت باجي اعمل الوش وانزل منه الدقن كنت بعمل ايه؟ بمسك اللي هي اسمها اللي تحت البين تول، الاداه اللي تحت البين تول على طول، اللاين تول تمام، حلو او مش فاكر اسمها قوي، ايا كان. وكنت باجي من البوينت اللي في الجنب، ايوه وكنت باجي في في البوينت اللي في الجنب وامسك البتاع انزلها لغايه تحت، لغايه مكان الدقن اللي انا حددته اللي انا حدده، واعمل برضو نفس الناحيه التانيه في هناك الجنب التاني، في الجنب وبتطلع معايا التاني الدقن حلوه. زي ما ايوه تحب الموضوع، زي ما تحب على حسب الرسمه بتاعتك، الرسمه بتاعتك فيها دقن ما فيهاش دقن، على حسب انت كده. انت بتتكلمني ان انت عايز تحرك بوينت، عايز تنزل البوينت ده تحت هنا شويه وتنزل البوينت ده تحت لا هنا شويه، ها لا امال ايه؟ انا عايز ان انا امسك اللاين وامشي من البوينت دي لتحت البوينت اللي تحت، يعني معلش بس ثانيه لغايه انا فين؟ من هنا هعلم لهنا بس عشان اعمل ماشي من هنا اعلي. من هنا كده ايوه لهنا، انا ده اللي انا قصدي عليه. ماشي ايا كان. ما هو كله بص كله ايا كان، انا هنا البنت اللي انا راسمها كده عندي وشها كده عندي عامل ايه؟ دايره مش محتاج اعمل لها دقن كويس، هنا دايره مش محتاج ان انا اعمل لها دقن. لو في رسمه تانيه معمول لها دقن كده عندي زي ما تحب، المهم ان الرسمه بتاعتك تطلع في الاول وفي الاخر صح. طيب الملفات كده عندي، التوتوريال اهيت يا اساتذه، التوتوريال كده عندي، تعالى كده ناخد التوتوريال بتاعتي دي وهبعت لكم الملف ده كله بعد ما اخلص، اي هبعته لكم في الشات كده عندك عشان الناس تشتغل معايا، عشان اللي عايز يطبق معايا يطبق معايا كده عندك في الشات، بعته لكم في الشات بتاع الزوم. عايزين ابعته لكم في التليجرام، بعته لكم في التليجرام برضو كده عندك. اهو ثانيه واحده ابعته لكم في التليجرام، اه بعد اذنك يا باشمهندس. اهو في التليجرام اهو هبعته هنا وهنا. يلا يا سيدي يلا بينا نكمل، يلا بينا نكمل. تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض عايزين نرسم العينين. يلا يلا اهوت اديني كده عندي شكل بيضاوي اهو جميل كده عندي، وادي لون اسود اسود، هو عامله اسود عامله اسود في الشغل. نزيد انزل لي كده عندي، والله عامله بني كده عنده، مديني درجات البني اهو. في الريد كام؟ في الريد درو تو اوفال ويز ايه اليبس تول اند فيل كلر ايه الار 73 الار 73 الار 73. طيب جميل، تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه اهو، انا عاملها اسود قال لك لا اديني في الار بس 73 73 73 كده عندي. بص يا استاذ بص معايا كده عندي، تعالى ادخل لي كده عندي هنا، ادي الشكل بتاعي امسكه بس سيلكت ودبل كليك هنا، الار كام؟ الار اديني 73 73 73 كده عند اهوت 73 اهو. بصوا جابت لي نفس اللون بتاعها كده نفس اللون، قول اوكي اوكي كده نفس اللون، ما تتعبش نفسك، شد الت طلعها كده عندي هنا اهو، وشد الت وديها الجنب التاني بس كده عند اهوت، بس ادي العينين بتوعها. طيب جميل، تعالى دلوقتي كده مع بعض كده ايه، الراجل عامل لنا كده عندي حاجه جميله كده عند اهوت، حاطط لنا نقطه بيضاء هنا كده عند اهوت، نقطه بيضاء هنا نقطه بيضاء هنا كده عند اهو اهو ابيض، وادي كده عندي ايه اللي هي الانعكاس كده عند اهو. وبعد كده هتعرف ان الانعكاس كده عندي 50000 لون في لون. تعالى كده عندي اقول له كنترول سي كنترول في
ادي انعكاس كده عندي ايه، انعكاس تاني كده عندي. بص مع بعض كده عندي اساس. بص مع بعض ادي انعكاس تاني كده. ممكن كنت ترسم عين واحده وتاخد الاثنين من بعض عشان يبقى الانعكاس في نفس المكان، ما تقعدش تبقى ايه مخبي لنفسك بيه. يعني انا ممكن كده عندي اهوت اروح ماسك كده عندي دهوت كده عندي. شوف بقى انت عايز تعملهم كده عندي ايه، تعملهم زي ما عملتهم كده، عايز ترسم العين واحده وتاخد الانعكاس كده زي مع بعض. طب جميل حلو. طب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، يبقى ادي كده عندي اهوت عايزين نعمله البق بتاعها. البق بتاعها هو البق عباره عن ايه؟ عباره كده عندك قال لك ارسم دايره، ارسم لي دايره. ادي الدايره كده عندي اهوت، الدايره بتاعتها لونها ايه؟ لونها بينك. فين البينك كده عندي عشان يجيب لك نفس الدرجه؟ سيبك من الرمش دلوقتي، هرجع له تاني، هرجع له تاني. ادي الدايره بتاعتنا 243 113 108 243 113 108. يبقى انا كده عندي 243 243 113 108 اهو نفس اللون كده عندك اهو. جميل كده عندك. طيب انا عايز اعمل ايه كده عندي؟ انا عايز اطرح منه، عايز اطرح منه عشان يبقى بقها كده عندي ايه حلو كده عندي بسمسم صغنطط كده عندك. ثانيه واحده كنترول زد، اديني كده عندي وقفلي في النص او هنا فوق، فوق النص شويه، شد واسحب بس كده عند اهوت. بس كده عندك هات لي كده عندي ايه، هات لي كده عندي امسك لي الاثنين دول الشكل ده، الشكل الدايره ده خليها تنزلها تحت سنه، امسك لي الثاني ده اهو، وتعالى لي بالشيب بلدر تول. شفتوا بقى الشيب بلدر تول هنا كده هتعمل الت الت بس كده عندي. جميل جميل بقها كده عندك، دنيا جميله، الدنيا 10 على 10 كده. ادي بق البنت دي. عشان كده قلت لك انت هتستخدم شيب بلدر تول دي لما هتشبع، هتشبع بالشيب بلدر تول دي اللي هي كانت عندي من قائمه مين؟ كانت قائمه باس فايندر، كانت قائمه باس فايندر، كانت قائمه باس فايندر كده عندك. طب جميل، ماينس فرونت وماينس باك والكلام اللي احنا خدناه كده عند البارح محاضره البارح. طيب طب تعالى نعمل بقى كده عندي الخدود بتاعتها، الخدود بتاعتها كده عندك. طيب او تعالى نعمل الرموش بتاعتها الاول، تعالى نعمل الرموش بتاعتها. فين الرموش بتاعتها؟ اهي طلع لي كده عندي على الرموش اهي، الرموش كده عندي بتاعتها دي، وملونها كده عندي بايه؟ ملونها هو كده عندي بنتول بنفس لون مين؟ بنفس لون العينين، بنفس لون العينين، بنفس لون العينين كده عندي، بنفس لون ايه؟ بنفس لون العينين كده عندي. هات لي يلا البنتول، ادي البنتول، اعمل لي زوم اهو. يلا تعالى كده مع بعض، بص معايا كده عندي. تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي اهوت عشان عندي الحاجة بتاعتي طلع كبيرة شوية، مش مشكلة نعدل فيها بعد كده. نزل كده عند السن كده. تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي اهو، ثانية واحدة. معلش كده عندي حاجة طالعة تخين شوية، رفعه يعني ماشي ما فيش مشكلة، حركه بالاتجاهات كده عندك. جميل كده عندك حلو حلو. تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي، بص مع بعض اديني كده عند النقطة دي، طلع الدنيا كده عندي شوية، وهات لي النقطة دي هنا شوية، ظبط الدنيا بتاعتك كده. جميل كده عندك كده كده زي الصورة كده، يعتبر زي الصورة. هات لي كده عند الضلع ده، بصوا معايا أهو كده ظبطت أنا كده. جميل كده خلاص كده عندك. عايزين نفس الدرجة مين؟ عايزين نفس الدرجة اللي هنا دي،
نفس الدرجة اللي هنا دي، نفس الدرجة اللي هنا دي. طيب فين نفس الدرجة اللي هنا دي؟ الدرجة اللي هنا دي كانت كام؟ كانت في الريد 73، في الريد 73، في الريد 73 7 3 7 3 كده عند اهوت، واديني كده عند كام؟ صفر، واديني كده عند صفر. كويس، اطلع لي كده عند فوق كده عند اهوت، وتعالى كده عندي قول لي كده عندي اوكي، جميله كده عندي. طب حلو، طب اخد بقى واحده زيها واوديها كده عندي فين؟ واوديها عند العين الثانيه، اوديها عند العين الثانيه، واوديها عند العين الثانيه كده. طب اعملها كده عندي باداه مين؟ كويس، ممكن بالاي دروبر، القطها بالاي دروبر. اه صح، بالاي دروبر كده على نفس درجه اللون اهي، الاي دروبر اخدها القطها بنفس درجه اللون عادي، مفيش اي مشكله، بنفس درجه اللون تجيب لك نفس درجه اللون. امسك الشكل بتاعك اهو الاي دروبر، لو انا ضغطت هنا لونه لي ابيض، لو انا ضغطت هنا لونه لي بني، عادي كله شغال كويس. بس انا يعني بوري لك حته الالوان بس، لكن بالاي دروبر شغال، بالاي دروبر شغال. طب انا عايز اخد الكلام ده عايز اعمل له واحده ريفليكت، هات لي اداه الريفليكت، الريفليكت كده عند اهوت، حط لنا كده عند الريفليكت هنا الت، شد الشكل بتاعك اهو، جميل، شد بقى كده عند ال... ده صاحبنا ده، وديه كده عندي عند عين البنت الثانيه، عند العين الثانيه كده عند اهوت. ولو كنت ريحت نفسك عملت العين بالحاجب بالدنيا دي كلها وريحت نفسك مره واحده وخلاص انتهى، قربها شويه كده عندي من العين، يعني اعمل عين كامله، اعمل عين كامله، وبعد ما تعمل عين كامله خد من العين كلها ريفليكت، العين بالنقطه بالدنيا بتاعتها اهي، دنيتك تمام التمام، دنيتك تمام التمام، حلوه. طيب ادي بدات الدنيا تبان كويس، بدات وش البنت يبان كده عند اهوت. طب عايزين نعمل بقى الاحمر خدود اللي في عينيها كده عند اهوت، الاحمر خدود اللي في عينيها كده عند. طب احنا احتمال نطلع كده عندي ايه؟ نطلع بقى الكلام ده كله كده عندي لفوق شويه عشان ندي الاحمر خدود اللي في عينيها في فرصه ان هو ينزل في الخدود بتاعتها. تعالى كده مع بعض كده عندي اهو، حلو اهو، جميل. وممكن تمسك الكلام ده كله تعمل له جروب عشان تريح نفسك، عشان لو حبيت تحركه بعد كده، عشان لو حبيت تحركه بعد كده اعمل له جروب، اعمل له جروب كده عند اهوت. عايزين نعمل مين كده عندي؟ الاحمر بتاع الخدود بتاعها، الاحمر بتاع الخدود بتاعها فين كده؟ الاحمر بتاع الخدود بتاعها انزل تحت كده عند اهوت. هو عامل بقى كده عندي ايه؟ هو جايب لون، لون كده عند اهوت، وجايب كده عندي ابيض، وعامل عليه كده عندي اللي هو كده عندي ايه، حاطط لون كده عندي عليه كويس. اه بص، اليبس تول، وعامل سيم كلر، وعامل لون البينك، ومقلله، وعامل فيزر. ممكن تعمل اكتر من طريقه، اه سمول بينك اند اوفال اند انكر بوينت ايه ذا لايت براون اوفال، وتبتدي ان انت تظبط الدنيا دي كلها ايا كان بقى اللي انت عايز تبتدي دلوقتي كده عند اهو. واهملنا لو حددنا العيون والحواجب واهملنا ليجن بنفسها على نفس المستوى، يعني ايه ليجن كده عندي بنسقها على نفس المستوى؟ مش فاهم والله الحته دي، مش فاهم انت قصدك ايه يا حياه. طيب خلينا بس نكمل وبعد كده نشوف الحته دي كده عندي يا حياه. اعملي عين واحده وخديها جروب، واعمل لها ريفليكت، وبعد كده حذيهم على بعض يتظبط لك الدنيا كلها، وريحي نفسك خالص، وريحي نفسك، يعني اعملي عين كامله واعملي العين دي جروب، وبعد كده اعملها ريفليكت، ولما تيجي تحذيهم مع بعض هيطلعوا في نفس المستوى، ما تقلقيش في الحته دي تماما كده. طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض، انا هعمل بقى الحمار اللي في خدودها ده ازاي؟ لا يا عم انا لا هتعب نفسي ولا، اهو ادي دايره كده عندي اهيت، دايره بينك، هو لافف لافف لفه كبيره جدا حواليها كده عند اهوت. بص كده مع بعض، هو مطلعها بالوان مختلفه ولا مش مطلعها بالوان مختلفه؟ هو لون واحد بس عشان مدي غمقان عليه سن، مدي غمقان عليه سن. طب انا هعمل ايه بقى كده عندي عشان ادي الغمقان ده كده عندي؟ بصوا يا سادس، تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه؟ تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كتاب، انا لا غمقان ولا بتاع، انا عندي اللون ده اهو، هدي له نفس درجه البينك، او مسكته كده عندي بالاي دروبر اهو، نفس درجه البينك، واعمل كده عندي ايه؟ وهعمل كده عندي كتاب. مش ده اللون بتاعنا كده عندي اهوت؟ كويس، كبرناه شويه كده عندي اهو، اهو هعمل كده عندي ايه؟ بصوا مع بعض، مش احنا خدنا كده عندي افكت، اديني بقى كده عندي فين اللي كان بيعمل كده عندي كونفرت ديستورت، مش عايزين الكلام ده، باس باس فايندر ستايلايز ستايلايز فيزر، فيزر كده عند اهوت، واديني بريفيو، طبعا الفيزر كبير طبعا، قلل الفيزر بتاعك، خلي الفيزر كده عندي كام؟
2 بيكسل كده عند الضغط. بس كده جميله وخلاص، وانتهينا ولافف حوالين نفسه واطلع فوق وانزل تحت مفيزر وخلاص وخلصنا. كويس اهو وانتهينا. زود الفيزر كمان شويه، ادخل عليه اعمل لي كده عندي ايه ابلاي فيزر مره ثانيه. خلاص اهي بس كده خلاص اهو كبرها سن. ممكن نعملها باداه الجريدينت برضو ايا كان يا اساتذه، مش شرط يعني يبقى ماشي بالظبط يعني، وقلل الاوباست بتاعتها سنه وخلاص. هات الاوباست الترانسبيرنسي، قلل الاوباست بتاعتها سنه وخلاص كده عندي اهي جميله خلاص اهي حلوه وخلاص، والدنيا 10 على 10 يعني. مش شرط يعني تيبيكال يعني، يعني مش شرط ان الحياه بتاعتك تطلع تيبيكال يعني، يعني انت في الاول خلي بالك كده مطابقه للرسم كده هندسه، ايه كده مطابقه للرسم كده مطابقه للرسم. اما انا بقول لك حتى يعني لو الاختلاف البسيط ده بص ما تحبكهاش يعني، ما تحبكهاش وتبقى ايه عايز تمشي بالظبط براحتك تعيش حياتك اهو. تعال اعمل لي كده دايره بيضاء صغنططه اهو، اعمل دايره وبيضاء صغنططه خلصنا لونها ابيض. الجليتر بتاعتها امسك لي كده عندي دول، واعمل لي كده عندي ايه، واعمل لي كده عندي ريفليكت. هات لي اداه الريفليكت كده عند اهوت. يلا حط يا سيدي في نص الشكل بالظبط. بس كده عندك امورك طيبه ودنيتك تمام التمام كده عندك امورك طيبه ودنيتك تمام التمام وامورك طيبه ودنيتك تمام التمام. يبقى انت كده عندي ممكن تظبط نفسك وتبقى الدنيا بتاعتك 10 على 10 كده عندك وخلاص، والدنيا جميله كده عندك. نقطتين البيت بتوعنا كويس زي الفل زي الفل، انا شايف كده صراحه زي الفل، مش محتاج بقى ان انا امشي بالخطوات بالظبط يعني. كويس، هم ممكن بتاعتكم تبقى بنت اجنبيه، احنا بتاعتنا تبقى بنت فلاحه. كويس يعني انت ونظرتك انت الفنيه، انت ونظرتك الفنيه بتاعتك عايز براحتك يعني، انت تبقى البنت اجنبيه تبقى عندهم، انت عيش حياتك حط كده. فكرتك بقى حط لمساتك، حط التاتش بتاعك بالظبط كده عندي، حط التاتش مين التاتش بتاعك كده عندي. طب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي، يلا نعمل كده عندي الكاب بتاعها ده، هو حته دايره اهو دايره كده عندي اهوت، ادي دايره كده عندي اهي، ده هيبقى الكاب بتاعها. جميل تمام كده عند اهوت، يعني زي ما قلنا ايه انت ونظرتك الفنيه كده عندي. تعالى كده اللون الاورنج بتاعه مدينا كده عندي كام؟ 230 154 230 230 تاب 104 تاب 50 تاب اهو اوكي. ادي الاورنج بتاعك، عايزين نبتدي كده ناكل منه ايه؟ ناكل منه الحته اللي تحت دي على الراس. هات لي كده عندي ايه؟ كنترول سي كنترول شيفت في. طلعها لي كده عندي كنترول شيفت دال، طلعها لي فوق، نزلها لي تحت. ايه ده؟ كنترول زد. انا خدت لا انا خدت ال ايه بتاعت البيت ثانية واحدة بس خلص يا سيدي. طيب انا خدت دي كنترول سي وعملت كنترول في نسخة. طيب ماشي جميل اهي، نزلت النسخة دي كده عندي شوية كده عندي تحت كده عندي اهو كويس. وتعالى كده اعمل لي كده عندي ثانية واحدة عشان نشوفه بس كده عندي الدايرة الدايرة ده الدايرة أكبر من الرأس، أنا عاملها أصغر من الرأس. ديليت الدايرة البرتقالية دي أكبر من الرأس كده عندي أساسا، طالعة بره حدود الرأس، الدايرة طالعة بره حدود الرأس، بره حدود الرأس كده عندي. جميل كده معايا. هات لي كده عندي ده كنترول سي كنترول في، اديني كده عندي ايه كنترول سي كنترول في كده عند اهوت. امسك لنا اللي فوق دول كده عندي كنترول الشيب بيلدر تول، على الشيب بيلدر تول كده عند اهوت الت تك تك
يعني ده ضيعت الدنيا خالص، انا هطلعها قرع ده كده. البنت طلعت قرع، سمعت؟ شوف الدنيا بتاعتها دي كده عندها عامله ازاي. بص معايا، هو بيقول لي ميك تو اوفال اجين لايك ان ذا ايمج بلو فيرست اورنج وذ الثانيه بيضاوي. ماشي، طب تعالى كده مع بعض. ماشي، يبقى لونيه كده هتضايق. ماشي، ثانيه انا ضيعت الدنيا. تعالى كده خليها بيضاوي. ماشي، خلينا الكلام ده على شكل البيضاوي ده، كبره سنة. ادي الاتنين ده كده عند اهوت. يلا ادينا كده عند الشيب بيلدر تول. الشيب بيلدر تول ده بصوا يعني اقول لكم ايه، حالة غنى عنها. تك تك الت تك تك كده تمام كده عندك. حلو كده البارتنج تول هتمشي، هتبقى تمام هتمشي، هتبقى تمام، هتبقى تمام كده عندك. طيب جميله كده عندك. يبقى دي الدايره بتاعتها، دي الدايره بتاعتها. قال لك كده عندي ايه تاني؟ قال لك كده عندي كالتالي، يعني ممكن كده عندي ايه؟ بصوا مع بعض، ادي الدايره، انزل لي تحت، خد نفس الشكل، نفس الشكل كده عنده كويس، كرره بس اعمل له روتيت سنه صغيره، اعمل له روتيت سنه صغيره، اعمل له روتيت سنه صغيره كده عنده. وبعد كده ابتدى ان هو كده عندي يطرح كده عندي ايه؟ يطرح الاجزاء اللي بره الشكل بتاعتنا كله. تعالى كده مع بعض، بصوا مع بعض كده عند اهوت، عامل لنا ماينس فرونت وماينس باك وباس فايندر. خد بص 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 ان ذا باس فايندر. لو انا ضغطت على 3 دي، لو انا ضغطت على 3 دي هندسه 3 دي لا ما ينفع، بس انت مش محتاج 3 دي يعني، خلينا ظبطنا زي ما هو ماشي في التوتوريال في الاول بس، لكن بعد كده انت ممكن تخليه 3 دي عيش حياتك يعني. هيبقى تمام افضل يعني ان انا اخش الخطوه ديت يعني. ينفع بس هتبقى يعني بص هتبقى صعبه، هتطحن جهازك وهتقعد بقى تظبط البرنيطه بتاعتها وبتاع، وهي رسمه 2 دي والوش 3 دي كويس. خلينا كلنا لما مشينا 2 دي كده عندك. بص يا استاذ تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه؟ تعالى دلوقتي كده مع بعض، ادي الرسمه بتاعتنا، ادي البرنيطه بتاعتنا كده عندك. تعالى قول لي كده عندي كنترول سي كنترول في اهي. تعالى كده مع بعض كده عندي اهي، جميله كده عندي اهي. وتعالى اعمل لي بقى كده عندي ايه؟ بصوا بقى مع بعض، هو هنا بيقول لك كده عندي ايه؟ امسك الاثنين دول كده مع بعض، امسك الاثنين دول كده عندي مع بعض كده عندهم. وتعالى اقول له كده عندي ايه؟ من ويندو باس فايندر. هو هنا مستخدم مين؟ مستخدم بس هو مفتح لون دي، فتح لي لون دي كده عندهم، يخلي الفتحان بتاعها قد ايه؟ 209 78 32 209 209 78 32 اوكي. طب هو يعني خلينا كده عندي اللي تحت هي ده ال 209 209 209 78 32. طيب امسك لنا الاثنين دول، وقال لك من باس فايندر ماينس ايه؟ ماينس فرونت. فين فرونت؟ ماينس فرونت؟ لا. طب تعالى كده عندي مع بعض يقول لنا كده عندي ماينس باك. فين ماينس باك؟ ولا ماينس فرونت ولا ماينس باك. طب هو عامل ايه؟ ميك ان ذا باس فايندر بانل هيت ماينس فرونت، الشيب الاولاني يطرح ميك ا نيو شيب ا ليتل داركر. طب ايا كان، بص يا اساتذه بص خلينا كده عندي ايه؟ خلينا كده عندي كالتالي كده عندك. بص يا اساتذه ماينس فرونت طيب هات لنا الشيب بيلدر تول.
بس وخلاص وريح نفسك. شيب بيلدر تول بس كده وخلاص وريح نفسك في الشيب بيلدر تول. جميل كده معايا؟ دخل لنا كده عندي، دخل لنا الشكل ده كده شويه بس كده عندي. طب هو عايز لنا ليه؟ بصوا يا اساتذه، ولا شيب بيلدر تول ولا مش شيب بيلدر تول. هات لي كده عندي هذا الشكل بتاعنا. بس كده عندي، بس كده عندي. طيب حلو، ادي الشكل الثاني كده عندي، ادي الشكل الثاني كده عندي وخلاص. جميل كده عندي، جميل كده عندي، جميل كده عندي. ايا كان بقى مش فارق معايا، مش فارق معايا، مش فارق معايا كده عندي. حلو، تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه. تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كالتالي، يعني لما امسك الاثنين كده عند امك نزلهم على راس البنت. دنيتنا جميله كده عندي، دنيتنا جميلة، دنيتنا جميلة. نزل دي تحت سنة كده عند صغيرة كده، طلع كده الشكل بتاعك سنة بس خلاص كده، بس خلاص كده عندك. لأن يعني لسه هنا هيتحط دايرة بيضاء، دايرة صفراء هتظبط لنا الدنيا. طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي إيه؟ تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كالتالي. هنعمل بقى كده عندي إيه؟ امسك لي كده عندي ده وده. أنا ليه ما عملتهمش جروب من الأول؟ ودي ده ودي ده ودي ده. اعمل لي كنترول جي جروب، نزلهم تحت. طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض اعمل لي كده عندي كالتالي. تعالى دلوقتي كده مع بعض، هو عايز يعمل ايه كده عندي؟ عايز يعمل الدايره الصفراء اللي فوق دي، الدايره الصفراء اللي فوق دي، الدايره الصفراء اللي فوق دي كده عندك. بصوا مع بعض كده عندي يا ستي، تعالى دلوقتي كده مع بعض. ماشي، هات لي دايره كده عندي صفراء. هذه الدائرة الصفراء دي كده عندي اهو. طيب تعالى كده مع بعض، الدائرة دي كده عندي ايه ورا كله؟ كنترول شيفت ده جيم، رجعت ورا كله كده عندي اهو. هي فين الدائرة الصفراء؟ مدي لها كده عندي الوان، هات ايه بوبوم كرييت سيركل كالر 240 236 112، 240 236 112، 240 236 112. اوكي جميل كده عندي اهي اهي. طيب حط لها دايره كمان جواها، دايره كمان جواها كده عندها اهوت. مدي لها كده عندي كام؟ مدي لها كده عندي 245 242 156، 245 242 156، 245 242 156. اوكي الدائرة الثانية كده عندي كويس. طيب ايه تاني؟ تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كالتالي، انزلي بقى كده عندي اعمل لنا الخط ده، الخط ده، ده خط، ده ستروك. جميل كده عندي اهوت، ادي بين تول، ادي ستروك، سكت من هنا اطلع هنا، ادي ستروك كده عندي اهوت، ده ستروك كده عندي اهوت، احلى ستروك كده عندي اهوت. طيب ادي الستروك بتاعي، مش محتاج فيه فيل، انا مش محتاج فيه فيل خالص كده عندي، يعني فيل انا مش محتاج نوفل. بس الستروك بتاعنا، الستروك بتاعنا نفس درجة مين؟ نفس درجة 245 200، عند 245 كام؟
الستروك بتاعنا 245 242 156، 245 242 156. يا عم انا مش عايز، انا عايزه على ال هو ده درجة كام ده؟ 240 236 112، 240 سيبتنا كده عند الاستروك اللي انا كنت عامله 240 236 112. كبر لنا الستروك، كبر لنا الستروك، اخليه كده عندي ايه، اخلي الستروك بتاعت النهايه بتاعته ايه، كاب كده عند اهوت، كاب كده عند اهوت، كاب كده عند اهوت، بدات الدنيا تبان كده عند، بدات الدنيا تبان، بدات الدنيا تبان اهو، ادي الستروك كده، ادي الشكل ده، الشكل ده، الشكل ده، الشكل ده، وصحهم شويه كده عند اهوت عشان شعرها، بس عشان شعرها بعد كده وصحهم شويه كده عندي اهو. ده شغل الاستريتور يا اساتذه، ده شغل الاستريتور اهو كويس. يبقى ده كده عندي اهيت الدنيا تمام التمام، الدنيا تمام التمام. تعال انزل لي بقى بعد كده عند تحت كويس، عمل نفس الاستروك جواه، نفس الاستروك جواه كويس، بس كده عندي ايه، صغره شويه، صغره شويه، صغره شويه، شويه كده عند اهوت. كيف صار منحني على الاجناب من قائمه ستروك، من قائمه ستروك كده عند اهوت، خليته الكاب بتاعته خليته راوندد راوندد راوندد، خدت الاستروك كده اهو، اهو كوبي كنترول سي، ورحت عامل كنترول في اهو. بس خلينا ده كده عندي كام، خلينا ده كده عندي فاتح كده عندي زي مين، زي الدايره دي، الدايره دي كانت كام كده عندي، كانت 245 242 156، 245 242 156، 200 245 245 كام؟ 242 156. اوكي اوكي طب حلو اهو، بس اعمل له كده عندي ايه؟ صغره شويه بس، صغرهن، صغره بس، جميل كده عندك اه، بس صغير كده عندي ايه؟ صغير شويه كده عندك، صغير شويه، صغير شويه. طب جميل، طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كالتالي، بص بقى مع بعض كده عندي ست. يبقى انا كده عملت كده عند الحته دي، عملت كده عند الحته دي كده عندك. طب حلو، تعالى دلوقتي كده عندي حته الهير، بص بقى الهير بتاعها ده، الهير بتاعها ده كده عندي، الهير ده كده عندي بيتعمل كده عندي ازاي؟ بص يا ست، بيقول لك اعمل لي دايره، دايره، شوف شوف الحته دي، بس شوف الحته دي، هو عامل كده عندي ايه، هو عامل كده عندي ايه يا اساتذه، اعمل لي شكل بيضاوي عشان تعرف، عشان دي هتتعمل كده عندي ايه، دي هتتعمل كسيمبل، كسيمبل، كسيمبل كده عندي اهو. يو نيد، وي نيد تو كرييت ا برش، برش ولا سيمبل ايا كان، برش بنفس المقاسات دي كده عندي، هنعملها برش عشان تمشي البرش على المسطره. لسه هقول لك يا هندسه، يعني لو ممكن استخدمنا البرش بالفرشه، ما هي ما هي برش، هو عامل برش ومساع على مسار كده عندي اهو. تعالى نعمل الشعره دي بس كده عندي ونشوف، ايوه بص كده معايا كده، او بص كده معايا، تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كتاب، هات لي كده عندي ادي، نرسم الشعره بتاعتنا كده عندي اهوت، ادي شكل بيضاوي، ادي شكل بيضاوي كده عندي، يلا من غير ستروك، مش محتاجين ستروكات كده عندي، وتعالى لي كده عندي الفيل بتاعته، خليها نفس العين ده اهي، اهي تعالى كده مع بعض، هو ماسك لك كده عندي، ماسك لك الاثنين دول اهو، النقطتين دول كده عندي، دي ودي، مشيهم كده عندي، ودي كده معاهم كده عندي اهوت،